السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد وياكم ماجلان الأوطان، ماجلان البلدان، ماجلان في كل مكان وزمان، ماجلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وإيش اللي يميزهم، وإيش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر، وإيش مشروباتهم، وإيش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواءهم، وإيش السبب اللي يخلي إندونيسيا أفضل الوجهات وأفضل مكان تسافر له خلال شهر رمضان وعيد الفطر. أكيد الأجواء تستاهل، مو بس تستاهل، مميزة عندهم بعد. إندونيسيا فيها واجد مسلمين وكل واحد يبغي يتعرف على ثقافتهم، دائما ينصحوننا نسافر في شهر رمضان. احتفالاتهم، فعالياتهم، طقوسهم، عاداتهم وتقاليدهم، شهر رمضان هو واحد من أفضل الأوقات لزيارة إندونيسيا. عدد سكان إندونيسيا يبلغ 218 مليون نسمة تقريبا، والمسلمين فيها يشكلون نسبة كبيرة جدا، حوالي 88%، ويصومون المسلمين 13 ساعة. إندونيسيا دولة إسلامية مكتظة بالسكان، يحتفل شعبها ويحيي هذا الشهر وبطريقة بهيجة. أمور بسيطة لكن تجعل من الأجواء أجواء ممتعة للغاية. نشوف هذا من خلال الأطفال يطلقون الألعاب النارية مع الاستهلال وبداية الشهر الفضيل فرحا بقدومه، مثل اللي يصير في الأعياد عندهم. وعدهم طرق فريدة يمارسونها في مختلف المناطق في الترحيب بقدوم الشهر. مثلا في جزيرة بالي وجاوة الغربية عدهم عادة تناول وجبة الفطور ويا بعضهم بمثابة الاعتذار عن أخطاء الماضي لأحبائهم. يعني تعزم أهله كأنك قاعد تعتذر له عن البلاوي السودة اللي مسوينها قبل. وبعد يا ماجلان، بعد الله يسلمكم، عندهم عادة محافظين عليه في شهر رمضان، وهي زيارة قبور أحبتهم. يسمونها العادة عندهم الزيارة، مو عشان يتذكرونهم بس، لكن عشان يذكرون روحهم بالموت في هذا الشهر الكريم. أيضا من العادات والتقاليد اللي يتبعها الأندلسيين تقليد يسمونه نقابو بريت. وايش سالفة هالتقليد؟ هذا يا طويلين العمر يطلعون الناس قبل وقت الفطور ويتشرون الأكلات في الكثير من الأسواق أو أكشاك الطعام عندهم المتوفرة بشكل خاص في شهر رمضان. ففي جاكرتا تقدر تزور شارع بين هيل وتشوف الأكشاك مصفوفة ورا بعضها تبيع جميع أنواع الوجبات الخفيفة، المشروبات، الحلويات وغيرها. أيضا من الأمور اللي تشوفها في شهر رمضان عندهم إن بما إن معظم الشعب بيصوم، فتشوف المطاعم والمقاهي يا إنها تغلق بشكل مبكر أو ما يفتحون خير شر. وبعضهم غطي نوافذ وأبواب المطاعم بقطع من القماش احتراما للناس اللي تصوم، ويساعدونهم على ضبط نفسهم عشان ما يشتهون الأكل والشرب. وطبيعي إن المطاعم والمقاهي كل ما يقترب غروب الشمس تصير زحمة، وهذا وقت اللي يفطر في المسلمين، فتاخذ وقت اطول بطبيعه الحال. وبعد اذا تبغي تعيش الاجواء اكثر واكثر تحصلها تكجيل، وهي عاده تكون فيها وجبات خفيفه وحلوه ومشروبات تقدم مجانا للافطار. شكلنا منطير هناك. على مدار الشهر تشوف حشود كبيره تتوجه للمساجد المعروفه في اندونيسيا، مثل مسجد الاستقلال في جاكرتا. الاجواء الرمضانيه والعباديه في مسجد الاستقلال هذه ما تتفوت. تدخل المسجد تنسحر وتندهش من الجمال المعماري اللي فيه. وطبعا إذا تصلي فيه تحصل على وجبة فطور مجانية. وفي المسجد نفسه بعض من السكان المحليين بعد صلاة التراويح يعتكفون فيه، أجواء روحانية إيمانية، صلوات وعبادات، كل هذا وأكثر تشوفه في إندونيسيا. أطباقهم المفضلة، من الأطباق الكلاسيكية الشهيرة عندهم وخصوصا في مدينة يوجياكارتا، تتكون
مكون من الأرز والبيض المسلوق، الدجاج ولحم البقر المقلي، وهو من الأطباق المميزة والمفضلة عند المسلمين في شهر رمضان الفضيل. طبيعة الشعب في اندونيسيا يفضلون الأكلات الخفيفة حتى في شهر رمضان، عكس أصحابنا هني عند كسر الصيام اللي يسمونها بوكا بواسا الفطار، يعني يتناولون في البداية مشروب ساخن عشان يهيئون معدتهم بعد الامتناع من الأكل. من أطباقهم الشهية الكولاك، وهذا تحصله في كل مكان تقريبا، طبق مشهور عندهم بكسر الصيام بسبب طعمه الحلو اللذيذ. ينصحون كبه بسبب زيادة مستوى السكر في الدم بعد هالساعات الطويلة، وهو عبارة عن شراب من حليب جوز الهند مخلوط مع سكر نخيل وفانيليا، وعلى وجه الطبق يحطون أوراق البندوس وشرائح من الموز والبطاطا الحلوة، أحيانا يحطون إياه يقطي، وهذا الطبق يقدم مجانا في المطاعم خلال شهر رمضان. الشعب الأندلسي يحب التمر على سفرة الفطور مثل كل الدول مع أطباقهم المشهور. أيضا الإسبيسانجي جو في جنوب سولاويسي، بالعربي الموز الأخضر، ومكوناته موز ملفوف في العجين ولونونه باللون الأخضر، ومن أطباقهم الشهيرة أيضا الكيكات، الباكات، سوتونغ بانغوم، ساتي سوسو، استيمون سوري، وغيرهم وغيرهم. طبعا هذه بعضها أطباق وبعضها مشروبات، الحسبة ضائعة. عمرك جربت أحد هالأطباق؟ خبرنا عن تجربتك في التعليقات. خلونا نشوف مع بعض المقاطع الجميلة لأجواء الشهر من داخل أندونيسيا. أن تكون في إندونيسيا خلال شهر رمضان، فهذا يتيح لك فرصة مشاهدة مظاهر احتفالية لن تراها في باقي أنحاء العالم. فهذه البلاد هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، والذين يشكلون 85% من العدد الإجمالي لسكانها. لرمضان في إندونيسيا مذاق مختلف عن غيرها من الدول وعن غيره من الشهور. عند استقبال هذا الشهر الكريم، يهتم المسلمون الإندونيسيون بمنازلهم وشوارعهم ومساجدهم أيما اهتمام، فيقومون بتنظيفها وتزيينها ويرفعون اللافتات التي تدل على حرصهم الشديد على تذكير الجميع بقيمة هذا الشهر. وبالنسبة لرؤية الهلال، فإن ثبوته يستند إلى الرؤية الشرعية التي تقوم بها لجان معتمدة من قبل وزارة الشؤون الدينية في مختلف بقاع إندونيسيا. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان وتعرفنا على أجواءهم وعاداتهم شهر الله. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان في رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.